افتتح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة السيد إليوت كينغ القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية رئيس وفد الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السيد كريزيستوف كوزلويسكي وزير الدولة في وزارة الداخلية والإدارة رئيس وفد جمهورية بولندا افتتح مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية التي تستضيفها مملكة البحرين وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا وذلك بحضور كل من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وفي كلمته الافتتاحية رحب معالي وزير الخارجية بجميع المشاركين في هذا الاجتماع الهام معربا معاليه عن عميق تقدير مملكة البحرين للولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا على جهودهما في تنظيم الاجتماع وغيره العديد من مجموعات العمل الأخرى والتي تعد نتائج مهمة للاجتماعات وورش العمل التي عقدت في مدينة وارسو في شهر فبراير الماضي. وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن انطلاق مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية يأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع مشددا معاليه على ضرورة اتخاذ موقف جماعي لإدانة مثل هذه الأعمال معربا معاليه عن أمله في أن يدعم هذا الاجتماع التعاون بين مختلف دول العالم لحماية الملاحة البحرية والجوية التي تتصدر الأولويات في المنطقة والتوصل لسبل فاعلة في التصدي للتهديدات المتزايدة وتوفير الأمن لدول المنطقة والاستقرار للاقتصاد العالمي. من جانبه أثنى سعادة السيد إليوت كينغ على استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع والذي يرمي إلى تعزيز المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة والعالم مؤكدا أهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل الحفاظ على أمن الملاحة البحرية والجوية. ومن ناحيته أعرب سعادة السيد كريزيستوف كوزلويسكي عن اعتزاز جمهورية بولندا بالشراكة مع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم هذا الاجتماع الذي يبحث أفضل السبل الكفيلة بتأمين الملاحة البحرية والجوية وبما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وتستمر اجتماعات مجموعة عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية على مدى يومين 21 و22 من أكتوبر الجاري وتناقش عددا من المواضيع مثل المبادرة الأمنية لعدم انتشار الأسلحة النووية إضافة إلى أهم القرارات والبروتوكولات لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة.